ويلكم باك. حلقتنا بالتابع وبالتابع هلا مع سيارة فخمة وسيارة جديدة بالشكل وبالمضمون، ما هي الا اللكسس LC 500 موديل يير 2018 طراز 2018. سيارة حلوة، تعالوا نشوفها سوا بها تقرير. لكسس LC 500 هي كوب فاخرة بجسم من بيبان وبحجم كبير نسبيا، بتستفيد من تصميم رياضي جريء مستوحى من LFLC Concept وحضورة قوي على الطريق مع طابع ديناميكي وخطوط انسيابية وإطارات ياس 21 إنش، وبيبرز الجريل الأمامي وفتحات التهوية الجانبية والإكزوست بالخلف إضافة للإضاءة العصرية، وتم تطوير الهيكل بعناية لتأمين أعلى متانة بأخف وزن ممكن من خلال استخدام خليط من المواد المركبة والمتطورة. وجودة المواد المستخدمة بالمقصورة عالية، والمكونات فخمة، والطابع الرياضي واضح، وتواصل السائق مع التجهيزات المتطورة سهل وعملامي. ميكانيكياً لكسس LC 500 2018 مزودة بمحرك V8 بسعة 5 لترات بيولد 471 حصان مع بروز الترانسميشن من 10 نسب أمامية، واللافت أنه من الممكن اختيار فئة هايبريد مزودة بمحرك هجين بيجمع بين V6 بسعة 3.5 لترات ومحرك كهربائي لتأمين 354 حصان. ولكسس LC 500 يلي بتندفع بالإطارات الخلفية ويلي بيبلغ وزنها 1935 كيلوغرام، مزودة بنظام تحكم إلكتروني بالأداء الديناميكي وبأنظمة متطورة لضبط الثبات والتماسك ولتحسين فعالية المكابح، علماً أنه تسارعها من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بيتم خلال 4 ثواني ونص. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.